A variable net force acts on a 4 kilogram object moving along the x axis. The net force is given by مديني المعادلة وبيقول لي if the object started from rest يعني ما فيش عندنا k1 at the origin find the kinetic energy عايز ال k2 يعني ال k1 بصفر ال k2 هتساوي الدلتا كلها هنحسبها بعد شوية لما توصل 5 متر. طب احنا عندنا الورك بيساوي تكامل طالما في معادلة اف دي اكس من 0 لغاية 5، طبعا ده الدلتا وورك. طالما عندنا دي بصفر يبقى كي 2 هتساوي اللي هيطلع لنا بعد شوية هيساوي يعني ممكن نقول بقى اذا كي 2 هتساوي تكامل من 0 لـ5 3 اكس تربيع 2 اكس 1 دي اكس، يعني اكس تربيع تبقى اكس تكعيب على 3 يبقى تروح مع 3، نفس الشيء هنا بقت اكس تربيع وهنا اكس، ومن 0 لـ5 يساوي 5 تكعيب يعني 125، 125 و25 150، 150 و5 كمان يبقى 155 جول.